توج طاقم السفينة غازي 103 لملكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وبقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي بطلا لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 89 سفينة. وشهد السباق تألقا لافتا لمحامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والتي احتلت المراكز الثلاثة الأولى في السباق، حيث فاز بالناموس والمركز الأول السفينة غازي 103، فيما نالت السفينة زلزال 25 بقيادة مروان عبد الله المرزوقي المركز الثاني، وحصلت السفينة الوصف 87 بقيادة النوخذة محمد حمد الغشيش في المركز الثالث. وجرت عقب نهاية السباق مراسم التتويج بحضور محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي، وهزيم محمد الكنزي مشرف عام السباق. راشد آل مكتوم وفرحة عارمة من طاقم البحارة اللي موجودين في هذا الإنجاز. طبعا ارتأت اللجنة المنظمة إلى تغيير خط النهاية قبل لحظات من النهاية، وكان قرار صادق طبعا تشكر عليه اللجنة، وتقبل المتسابقين كم من المتسابقين معرفته في البحر مباقل عن اللجنة المنظمة، الجميع كان موافق على نهاية جديدة، وتم التعامل مع مجريات السباق بكل اجتهاد من جميع المتسابقين. الحمد لله هذا توفيق من رب العالمين، وفي النهاية منافسة طيبة يعني، وإن شاء الله أنها المنافسة تستمر، ومحامس الشيخ حمدان بن محمد إن شاء الله أنها تستمر في المقدم إن شاء الله. كل اللي سبق واحد طال عمرك كان سبقنا إحنا ولا سبق مروان، كلنا أخوان، وهاي المنافسة في البحر، لكن في البر طال عمرك كلنا أخوان ونمثل طال عمرك فريق واحد إن شاء الله.